السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. مكملين معاكم في لاب الفي لان بإذن الله سبحانه وتعالى. هنعمل أو هنتعلم الفي تي بي كونفجريشن. بصوا يا شباب، احنا المرة اللي فاتت عملنا الترانكات على الايه السوتشات، صح ولا لأ؟ وعملناها بيزد اون دوت 1 كيو انكابسوليشن. النهارده باذن الله سبحانه وتعالى هنعمل كونفجريشن الفي تي بي، هنكريت الفي تي بي على السويتش الكور هنا، تمام. وبما ان انا مست الترنكات ما بين السويتشات فلازم طبعا اسيت الترنكات عشان الفي تي بي ابديتس تعدي. هكريت الفي تي بي دومين لي ديباجز، تمام، داش اي جي دوت كوم، وهخلي السويتش كور هيكون السويتش كور هيكون سيرفر، المود في تي بي مود بتاعه سيرفر، هو اصلا باي ديفولت سيرفر، وسويتش 3 سويتش 2 كلاينتس. كذلك نفس الامر هنا، السويتش 4 برضه هعمله كسيرفر، وسويتش 6 و5 هيكونوا ككلاينت. فنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم في اللاب بتاعنا. ننزل كده على سويتش 1 كونفتي. لو انا جيت عملت دو شو في تي بي ستاتوس، هلاقي ان الفي تي بي راننج دلوقتي ايه؟ فيرجن راننج، في تي بي فيرجن 1، الفي تي بي فيرجن كابابل 1 2 3، تمام. الفي تي الاوبريتنج مود سيرفر، اوكي. طيب كلام جميل. هعمل في تي بي دومين ديبجز داش اي جي دوت كوم، اها. وبيقول لك هنا تشينجينج في تي بي دومين فروم نول، اللي هو يعتبر الامتي دومين، تو ديبجز داش اي جي دوت كوم، تمام. ولو انا جيت عملت دو شو في تي بي ستاتوس، ها، اتقلب عندي ديبوكس داش اي جي دوت كوم، اروح للسويتش 2 مثلا او سويتش 3، اها. اعمل انيبل شو بي تي بي ستاتوس، اهو نزل معايا اهو ديبوكس داش اي جي دوت كوم. اروح برضو لسويتش 2 انيبل شو في تي بي ستاتوس، اهو قلب برضو معايا ديباجز داش اي جي دوت كوم. طيب ده برضو على خلصت كده انا في تي بي كونفجريشن، حددت الفي تي بي دومين نيم، فاضل بقى ان انا احدد السيرفر المود. هو المود اصلا كده كده على سويتش 1 انا عايزه سيرفر، وهو اوريدي باي ديفولت سيرفر، فانا مش هقرب له. حتى لو جيت عملت له كده في تي بي مود، ممكن اخليه كلاينت او اوف او سيرفر او ترانسبيرنت، انا عايزه سيرفر، هيقول لي ان هو اوريدي اصلا ديفايس مود اوريدي في تي بي سيرفر فور في لانز. طيب على سويتش 3 هو سيرفر، طب انا عايز اخليه كلاينت، فانا هعمل في لان لا في تي بي مود كلاينت، اها. لو جيت عملت دو شو في تي بي ستاتوس، دو شو في تي بي ستاتوس، اها، قلب عندي كلاينت. وبالتالي خلي بالك، لو انا جيت اكريت في لان مش هعرف، لو جيت عملت مثلا في لان 10 هيقول لي في تي بي في لان كونفيجريشن نوت الاود وين ديفايسز ان كلاينت مود، تمام. بيقول لك ان طالما انت الديفايس ده ان كلاينت مود مش هيقدر يكريت، مش قادر كرييت في لانز. اروح على سويتش 2، نفس الكلام، كونف تي في تي بي مود كلاينت، اها، كلام جميل. اروح بقى على سويتش 4 برضو نفس الكلام، اعمل انيبل كونف تي في تي بي دومين ديباجز داش اي جي دوت كوم. طب لو خلي مثلا ممكن ديباجز زد دي نعملها كابيتال داش اي جي دوت كوم، اها. ولو جيت عملت كده في تي بي مود سيرفر، هو هيقول لي ان الديفايس اصلا اوريدي ان سيرفر مود. اروح على سويتش 6 شو في تي بي ستاتوس، اها، ما هو ديبوكس، تمام. لا بس هنا في مشكله. لو انا جيت عملت دور شو في تي بي ستاتوس هنا، ديبوكس اهو داش اي جي دوت كوم، تمام. طب على سويتش 6، المفترض سويتش 6 اصلا زد هنا تكون كابيتال، تمام. طب هتقول لي يا باشمهندس اشمعنى هو ديبوكس داش اي جي دوت كوم هنا، يعني مسجله ليه سمول؟ لان انا اصلا كنت عامل الكونفجريشن هنا، يعني هنا انا كنت عامل الايه كونفجريشن، بس هو هنا بيقول لي الدي تي بي دومين مس ماتش انيبل تو بيرفورم ترانك نيجوشييت اون بورت ايثرنت 0 بيكوز اوف في تي بي دومين مس ماتش. خلي بالكو ان السويتشات اصلا المفترض السويتشات تكون في نفس الفي تي بي دومين نيم، وهو كي سنسيتيف، عشان كده طالما الزد دي سمول والزد الثانيه دي كابيتال يقول لك ان ايه، ان في مس ماتش في تي بي دومين مس ماتش. طيب انا عشان اريست الفي تي بي بتاعي، تمام كده، اريست الفي تي بي، هعمل ديليت يونكس في لان دات 00، اهو، تمام. وبعدين هعمل ريلود، يعني انا يعتبر كده ايه لغيت كونفجريشن الفي لان والفي تي بي اللي انا كنت عاملها اوريدي كده كده، اللي انا كنت عاملها اصلا على السويتشات دي. ف تمام، انيبل شو في تي بي ستاتوس،
اهو هو فاضي دلوقتي. تمام نستنى شوية ولا ايه؟ طيب تعالى على السويتش ده مثلا، الكونفيجريشن ريفيجن هنا زيرو. تمام طب اخلي مثلا اعمل فيلان 10، نو فيلان 10، لان كل ما كاريت فيلان الكونفيجريشن ريفيجن بيزيد. فيلان 10 يزود رقم، نو فيلان 10 يزود رقم. تمام لو جيت عملت دوش في تي في ستيتس، هو المفترض على فكرة يكون واحد. طيب فيلان 10 نو فيلان 10 تو شو في في تي بي ستاتس، اهو 3 حتى يعني زود مرتين. بس اني anyway. اروح لسويتش 6 اعمل شو في تي بي ستاتس، اهو لقط من سويتش 4 اهو. تمام اروح الى سويتش 5، بس قبل ما اروح لسويتش 5 اعمل كومب تي في تي بي مود كلاينت، اخليه كلاينت واروح لسويتش 5 انيبل شو في تي بي ستاتس اهو. برضو نفس الكلام، هو ما لقطش لان واكيد هنا كده كده هيبقى في في تي بي ميس ماتش. بس ممكن اعمل هنا بقى ديليت يونكس اريست بس الايه او الغي كونفيجريشن في لان والفي تي بي اللي انا كنت عاملها. ريلود اها enable show VTP status اها لقط، وهتلاقي الكونفيجريشن فايل متطابق ما بين السويتش ده والسويتش ده والسويتش ده، ما بين الثلاث سويتشات اللي على ناحيه اليمين، وكذلك نفس الامر على السويتشات اللي على ناحيه الشمال. طب فاضل ان انا اعمل VTP مود كلاينت. اها خلي بالكو ان لازم السويتشات تكون كي سنسيتيف في الدومين نيم، يعني كي سنسيتيف ايدنتيكال، يعني الزد كابيتال هنا يكون على السويتش الثاني زد كابيتال، السويتش الثالث زد كابيتال. هو بالمناسبه هو طالما ده سيرفر تو دول تو كلاينتس، فانا لما اجي اعمل دومين نيم هنا المفترض هو بيريبليكيت على السويتشات الثانيه، هو بيعمل له ريبليكيشن على السويتشات الثانيه، ولكن قد يصادف بك الامر ان انت مضطر ان انت تعمل السويتشات تست كل سويتش الدومين نيم بتاعه استاتيكلي. فراعي طالما انت هتحط الدومين نيم هنا وهنا وهنا، راعي الكي سنسيتيف. اي حرف كابيتال تكتبه ان الابر كيس، اي حرف ان لور كيس اكتبه ان لور كيس على كل السويتشات، لابد من التطابق في هذه الحاله. انا اعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.